من أين تجني حماس أموالها؟ وهل فعلاً تصل الأموال الأمريكية والإسرائيلية والغربية إلى يد الحركة التي تصنفها واشنطن وتل أبيب إرهابية؟ تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال يفصل الملف ويشرحه ويقول صراحة إن الأموال هذه تصل إلى يد حماس. كيف؟ الصحيفة تبرهن أن المجتمع الدولي وحتى إسرائيل نفسها ساعدت حماس عن غير قصد على ملء خزاناتها، وتقول إن الحركة جمعت عشرات الملايين من الدولارات عبر اقتصاص جزء من المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، وعبر فرض الضرائب على النشاط الاقتصادي والتجاري في معقلها في القطاع. وعلى مستوى المساعدات الإنسانية، تؤكد وول ستريت جورنال أن المجتمع الدولي وإسرائيل يواجهان هذه المعضلة منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، خصوصاً وأن جزءاً كبيراً من هذه المساعدات الإنسانية يأتي مالياً، ما سمح لحماس بالاستحواذ عليها وتحويلها من أموال لأغراض إنسانية إلى مصدر لتطوير قدراتها العسكرية والحربية. إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية سمحت في العامين الماضيين لعدد أكبر من الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل، ما مكن حماس من رفع الضرائب في القطاع. كما استغلت حماس حركة التجارة التي تتم عبر معابر القطاع لفرض ضرائب ورسوم على الشركات. المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أرسل أموالاً طائلة إلى غزة لتوفير قنوات مياه نظيفة، إلا أن ذلك لم يحدث. بل يبرهن تحقيق وول ستريت جورنال أن بعضاً من هذه الأموال ذهبت لدفع رواتب المنتسبين والمنتظمين في حماس، رواتب تعتبر مرتفعة جداً في غزة إذ تتخطى 1200 دولار شهرياً. كما يشير التحقيق إلى أن الأموال المتأتية من بعض الدول لدفع أساساً رواتب موظفي الحكومة في غزة كانت تذهب في معظمها إما إلى تمويل أنشطة حماس، وإما لعناصر حماس في المؤسسات الرسمية والحكومية فقط.